السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المعتمرين الجدد. ونواصل مواضعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تيغري في مجال القانون. دائما سأعرض في هذه الحصة موضوع تحت عنوان استعمال حق من الحقوق. استعمال حق من الحقوق، استعمال حق من الحقوق، فهو هذه الحالة هي من الحالات التي لا يكون الخطأ فيها سببا للمسؤولية، وقد رأينا بأن الخطأ لا يرتب المسؤولية في حق المخطئ إذا وقع نتيجة لظروف مبررة. والظروف المبررة التي تجعل من الفعل غير المشروع فعلا مشروعا تتمثل في حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي وأوامر القانون وأوامر السلطة الشرعية ورضا المتضرر وحالة استعمال حق من الحقوق. فإذا هذه الحالة بعد ما رأينا حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي، غنطلق دابا في موضوع اللي هو ديال استعمال حق من الحقوق كحالة من الحالات التي لا يكون فيها الخطأ سببا للمسؤولية. فاستعمال الحق لا يعتبر في المادة أو العادة خطأ ولو سبب ضرر للغير، كما في حالة الشخص الذي يقيم بناء على الأرض التي يملكها فيضايق الجيران المحيطين، وكالمؤاجر الذي ينهي عقد شغل أحد عماله فيحرمه من الشغل، وكصاحب السيارة الذي يسير بسيارة في الطريق العامة فيضايق الراجلين. فالضرر في مثل هذه الحالات لا يرتب أي مسؤولية، لأنه يعتبر ضررا مبررا بمقتضى القانون. فليس من المنطقي أن يقرر الشارع حقا ثم يمنع صاحب هذا الحق من استعماله بحجة أنه يلحق ضررا بالغير. لكن ومع ذلك فإن استعمال الحقوق لا يعفي من المسؤولية دائما، لأن القانون اليوم أصبح ينص صراحة على أن التعسف في استعمال الحق يعطي الحق في حصول على تعويض. ينص الفصل 94 من قانون التزامات العقود على أنه لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله. أريد أن مادة أو النص ديال الفصل 94 من قانون التزامات والعقود يقول لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله، غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضررا فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه ولإيقافه. وعلى ذلك فكي تعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق في حالة ثلاث، إذن كي تعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق في حالة ثلاث، أولها الحالة الأولى إذا استعمل حقه بقصد الإضرار بغيره ومن دون أن يحقق مصلحة لنفسه متجاوزا لحدود حسن النية الذي ينص عليه القانون في الفصل 477 من قانون التزامات العقود، وكالمؤاجر الذي يفسخ عقد الشغل غير المحدد المدة فسخا تعسفيا ولمجرد الإضرار بالأجير، وكمن يرفع عن سوء نية دعوى كيدية أمام القضاء وهو يعلم مسبقا أنها لا تنبني على أساس. فمستعمل الحق في مثل هذه الحالة يرتكب خطأ عمديا يسأل عنه. والحالة الثانية
هي إذا لم يكن من شأن استعماله لحقه إلا تحقيق مصلحة قليلة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر فادح نتيجة ذلك، كالذي يرشي الدواء في حقله للقضاء على بعض الأعشاب الضارة القليلة متسببا في هلاك نحل جاره الذي يعتمد على تربيته في معيشته. والمعيار في ذلك موضوعي وهو سلوك الشخص العادي، فالشخص العادي لا يمارس حقا من حقوقه لجلب منفعة قليلة مقابل مضرة عظيمة للغير. الحالة الثالثة والأخيرة، وهو إذا أهمل ولم يتخذ عند استعماله لحقه الاحتياطات الضرورية لمنع الضرر عن غيره، كمن يقوم بالتنقيب عن الماء في أرضه ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة في تسبب ذهاب ماء عين جارية بأرض جاره. ففي هذه الحالة كما في سابقتها ينشأ عن التعسف في استعمال الحق خطأ غير عمدي يصعب إيجاد معيار له. لذلك فلتحديد ما إذا كان الخطأ متوافرا في مثل هذه الحالات، فإن القاضي يستند إلى معيار موضوعي يقوم فيه بمقارنة سلوك الشخص بالسلوك المألوف للشخص العادي ذي الدرجة الوسطى من الذكاء والفطنة والحيطة عند وجوده في نفس الظروف الخارجية لمستعمل الحق. أعيد أن في حالة تحديد ما إذا كان الخطأ متوفرا في مثل هذه الحالات اللي قلنا سالفا، فإن القاضي كيستند إلى معيار موضوعي يقوم أنه كيجتهد من حيث الواقعة وكيقوم فيه بمقارنة سلوك الشخص بالسلوك المألوف للشخص العادي دي الدرجة الوسطى من الذكاء والفطنة والحيطة عند وجوده أو عند وجوده في نفس الظروف الخارجية لمستعمل الحق. أكيد وصلنا لختام العرض. إذن ما أبقى لي غير أن أعيد تشكراتي لجميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحال ومشتركين المحتملين الجدد، وعلى أمل اللقاء بكم عبر قناة يوتيوب جعفر تغزري. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.